الخطر درجات، أشدها ما تخبئه هذه الطرقات لنا. لعبة المجهول أو الطريق إليه، نبدأها بخطوة. وجهتنا مكان لم تصله كاميرا من قبل، بل لم يتجرأ على عناء الوصول إليه إعلامي قبلنا. وكل غايتنا أن نكون إلى جانب أبناء الإمارات عندما يمدون أيديهم للهاربين من السهول المفخخة، للباحثين عن قليل من الفرح الأبيض خارج ممالك الهذيان والطغيان والرايات السوداء. وجهتنا باختصار هي الأمتار الأولى التي تفصل بين قرى الموت ومدن الحياة. شاهدين، 100 متر فقط تفصلنا عن الجماعات الإرهابية. جسر مدمر ونهر هما الفاصلان بين عمل وجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تتواجد هنا رغم المخاطر، وبين الجماعات الإرهابية. التردد، الخوف، الخطر، مفاهيم لا تعنيهم ولا يعيرون لها اهتماما. هم حملة الفرح، أبطال جوابهم نعم في كل المواقع من أجل قليل من السعادة في زمن صعب. يأتون وفي جرابهم كثير من الخير لأحبة يعلم الله كم نتمنى أن تعود أيامهم زهوا كما كانت.